يكون كابتن مدحت طه اسماعيل مدرب فريق الناشئين في النادي الاهلي ونجل الكابتن طه اسماعيل نطمن منه على الشيخ طه. كابتن مدحت مساء الخير على حضرتك. مساء النور استاذ محمد، اهلا وسهلا. اهلا بيك، والناس كلها محتاجه تطمن منك على الشيخ طه. يمكن خلال اليومين اللي فاتوا كنا بنتكلم انه هيخضع العمليه الجراحيه النهارده السبت، وبالفعل النهارده في الدور خد يعني او خضع للعمليه الجراحيه في احدى المستشفيات بالقاهره. اخباره طمنا عليه، والدكتور طمنك اكيد بعد العمليه. والله يا استاذ محمد الحمد لله النهارده على الساعه 1 كده الدكتور طه دخل العمليات تحت اشراف الخبير الالماني، والحمد لله العمليه يعني حوالي ساعتين وخرج، والحمد لله الامور ماشيه بشكل كويس. وطمنا الدكتور الالماني ان بعد العمليه ان هو بكره هيبقى في اشعه ثانيه عشان يشوف نجاح العمليه نسبتها ايه، بحيث ان هو يقدر يقول هيحط رجله بقى على الارض ويبدا امتى ان شاء الله. طيب هو كانت العمليه بالظبط تحديدا تغيير مفصل في الحوض او في الجزء عضله الفخذ في الرجل صح؟ تغيير مفصل الفخذ الايسر. بالظبط كده. طيب الدكتور الخبير الالماني يعني طبيعه العمليه ووقت العلاج نطمن نقدر نشوفه امتى في النادي الاهلي، ينزل امتى ان شاء الله؟ والله هو المفروض يبقى في المستشفى تحت اشراف الدكتور يعني في حدود 5 6 ايام، وبعد كده هيبقى في البيت فتره وهيعمل علاج طبيعي، يعني الامور مثلا ممكن تاخد لها في حدود اسبوعين ان شاء الله باذن الله. اتكلم معاك واول ما خرج من العمليات اطمنتوا عليه، حالته دلوقتي كويسه؟ الحمد لله الحمد لله. وكنا كنت لسه سايبه حالا بيتفرج على مباراه المنتخب الاولمبي دلوقتي. يعني كمان وهو يعني لسه خارج من العمليات عايز يتفرج على الكوره، حاله طبعاً حياه طبعاً. هي الكوره حياه فعلا. طبعا طبيعي طبعا زي ما انت عايز. الشيخ طه انا عارف يمكن يعني فتره اختيار المدير الفني للنادي الاهلي كان بيتحامل وكان دايما بيحضر الاجتماعات عشان يشوف الملف ده وبينجزه، اجل العمليه اكتر من مره لغايه لما حتى الخبير الالماني يكون موجود في القاهره. تمام، احنا الموضوع اتاجل حوالي اكتر من شهر وشويه. علشان علشان ان هو برضه يستنى الخبير لما يجي، وفي نفس الوقت طبعا كان بيقوم بالمهام المتكله ليه زي ما انت عارف، طبعا ما حدش يقدر يتاخر عن النادي يعني. أكيد يا كابتن مدحت، ألف مليون سلامة على الشيخ طه، وربنا يطمنك عليه ونطمن عليه دايما ونشوفه كده في أحسن صحة وحال ونسمع صوته يا رب دايما بكل خير. الله يخليك، ربنا يخليك يا أستاذ محمد، وأنا بشكرك وبشكر قناة الأهلي على الاهتمام ده. ووصل تحياتنا للشيخ طه وقول له دايما كده منتظرينه كده نشوفه في أحسن صحة وحال، وبإذن الله نشوفه في النادي الأهلي قريبا بإذن الله. الله يخليك يوصل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا كابتن مدحت طه اسماعيل نجل الكابتن طه اسماعيل الشيخ طه زي ما قلت لكم احد